حبيبتي هاي 5 كيلات، روح حتى افرجيك وانا اشوف البيت. تفضلوا. صوب الحطب جيب كل يوم 4-5 كيريات، عندي 7-8 وادي ماشي بكفلنا للمساء، ونحط راسنا نتلحف بحرامات بطانيات مش كشيدنا والله. شو ما نسوي حطب ليك عندي دواليب، شغل دواليب كمان طيب. والولاد ولا شلون بيدفع يمشي حاله يعني الحطب معك؟ والله شلون من كان عم ندبر حالنا. ما نحسن له هيك، شو ما نسوي؟ طيب وهاي المي ليش حاطه؟ هاي المي مشان الواحد عنده عجلة معاقة، نعمل لها حليب، نعمل لها لبن، هذا ولا في غاز ولا في مازوت ولا في بنزين، ما في شيء بطول. طيب الحطب شلون عم تأمنه شلون هيك؟ يعني عم تشتري، اشتريت هدول هال شوية حطب، طيب وبعد ما يخلصني؟ بفرجي الله نشوف ايش بصير معنا لبكره. يعني عايش عيشة أولية يعني أول بالأول كل يوم هيك كل أول يوم هيك. بالأول بصير ما يحق الحطبات بروح بشتري، ما بصير ما عندي. طيب والأولاد وال ايش مسكر هالباب وقعد نغطى البطانيات وايش ما نسوي؟ طيب بالنسبة للمازوت ما في مازوت خالص عندكم؟ ما في بطول، لتر المازوت 150 ورقة مين له قدرة؟ وما في مين قدرته يشتري؟ طيب ما لقيتوا طريقة ثانية غير الحطب تدفع عليها؟ طيب في دفع الدفع على صوبات كهرباء ما في؟ غير الكهرباء ما في، من شهر ما شفناها. ما في عندكم خالص كهرباء؟ بطول، ما في كهرباء بطول. طيب صوبات غاز مثلا في؟ شفت ما في غاز؟ صوبات غاز ما بيكون في غاز. طيب محمد، طيب ما في غاز خالص عندكم؟ بطول ما في. جرب 3000 ورقة وما في، نزل قليل ضو كاز ليك مشغلين ما في قهوة. لما نقطع من الحطب بنجيب دواليب كمان منقص ومنحط كله مرض.